الحمد لله، هذا شيء يفرحنا احنا كمهنيين اولا، نعم. كمواطنين كمهنيين، لانه نعيش حياتنا بشكل عادي. انا يعني كنت نتكلم لك من قبل، راني عطيت لك صوره مبسطه على ما يجري حاليا بالوضعيه الوبائيه اللي راهي درك. دونك الا لو كان كنا في مستويات نتاع هذه البلدان، مثلا في اسبانيا ولا في المانيا، وصلوا ل 50,000 حاله يوميا منذ اسبوعين. 50,000 حاله يوميا في اليوم، دونك حيكون ضغط كبير على القطاع الصحي. الحمد لله ما رناش في هذا المستوى، رغم انه يعني قلت يعني الارقام اللي تعلن رسميا على لسان ممثل وزاره الصحه هي ارقام ترتكز على تحاليل بي سي ار الرسميه، وباعتراف المسؤولين احنا رانا في الميدان، رانا نشوفوا يعني بالك في 10 حالات كاين من المواطنين، كاين واحد اللي يدير تشخيص، الاخرين نعطيو لهم علاج مباشر، لانه يعني باين يعني واحد يعني المريض في العائله الحاله تاعو ربما مش كبيره، يعني ما تستاهلش انه وزيد في المستشفى. لا، وفي جانب مادي كذلك، يعني صحيح. كثير من المواطنين يعني ما واش في مقدورهم انه يديروا بي سي ار لفردين ثلاثه اربعه في العائله. بالنسبه للبي سي ار يعني في هذا الاطار يعني تم تخفيض، اعتقد تخفيضه الان، السلطات اعلنت انها سترافق هذه العمليه. واليوم فقط يعني قريت يعني على مواقع التواصل الاجتماعي انه هناك مثلا مخبر في العاشور بالعاصمه هنا، الحمد لله انه خفض الكشف الى غايه 1000 دينار، يعني 100,000. هي شوف بيان مجلس الوزراء امس، يعني من بين التوصيات اللي خضعها السيد رئيس الجمهوريه، دونك انه لازم يكون فيه رفع من مستوى التشخيص نعم. وتوفيره في كل مكان، هذا نعم. شيء مليح يعني. لكن احنا ماذا بينا نضيفوا شيء كمهنيين كمواطنين كمؤمنين اجتماعيين، ماذا بينا كذلك يكون يتقدم مجانا للمؤمنين الاجتماعيين، يتقدم مجانا للناس اللي ما عندهمش، يعني عن طريق التضامن الوطني، وهذا حماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة، يعني لنحمي صحة الأفراد. لأنه التشخيص هو من بين أدوات مواجهة الوضع الوبائي، صحيح. يعني ماهوش كين نتكلموا على إسبانيا كما كان يقول الأستاذ ومشكور، قال 149,000 تقريبا 160,000 حالة، حاب يقول كاين مستوى تاع التشخيص كبير صحيح. ممكن في 300,000 تشخيص لقاو هذا العدد، صحيح. حاب يقول رانا نتكلموا على مستويات التشخيص لازم تكون متوفره لمواجهه الوضع الوبائي، باش تكون عندك قراءه انيه باش تعرف وراهي البؤر الجديده، تعرف كيفاش تحتويها، تعرف الاجراءات. ربما هذا الاجراء اللي داروا رئيس الجمهوريه في الاطار هذا ربما حيسمح لنا باش نعاودوا نقيموا الوضعيه الوبائيه بشكل عام، خاصه توقف الدراسه في المدارس. نتمنى ذلك، اجراء استباقي، يعني استباقي للمواجهه. الاجراء ذاك لابد منه، ولكن كذلك الاجراء هذا لازم يتوسع الى امور اخرى رانا نشوفوا فيها ماشي مطبقه، يعني حول المدرسه اللي غلقناها مؤقتا، حولنا الاطفال الى المدارس، رانا نشوفوا في حول المدرسه في المحيط المباشر فيه لا مبالاه، فيه هذه ترجع للوعي، الوعي المواطنين. المواطن يكون مسؤول، يعني يكون مسؤول في اغلب المواطنين يعني ماهوش محترمين الاجراءات الوقائيه، نعم. وهي بسيطه جدا، الكمامه بصفه اخص، البروتوكولات الصحيه اللي يعني تكلمنا عليها من قبل، في كل قطاع في كل نشاط كاين بروتوكول صحي خاص به، الوسائل ماهيش متوفره، التطبيق ماهوش اسمه كي الصرامه، مرافقه، مراقبه، الوعي، التحسيس. هذا السؤال ساعيده للاستاذ مسعود، لكن قبل ما نعيد لك السؤال اعطينا الوضعيه استاذ تاع التشخيص الاوميكرون، اعراض تاعو باش المشاهد يعرف ما هي الاعراض بالضبط يعني الاوميكرون. والله الشيء المتداول، يعني عندنا وفي بلدان اخرى اللي بدا عندها هذا الانتشار هذا الفيروس الجديد، من انطلاقا من افريقيا الجنوبيه، لانه يعني بدا عندهم يعني التشخيص هما اللي اكتشفوا هذا المتحور الجديد، الى الولايات المتحده، الى اوروبا، يعني بصفه عامه الاعراض هي اعراض نتاع الجهاز التنفسي العلوي. العلوي نعم. يعني الجهاز التنفسي ينقسم الى جزئين، العلوي يعني الفم والحنجره والانف، وفيه الجهاز التنفسي السفلي سكون ابل حنا لي بومو يعني الرئتين. الشيء الملاحظ انه الاعراض نتاعو يعني في اغلب الحالات هي على مستوى الجهاز التنفسي العلوي، رغم انه فيه كحه، فيه يعني بعض الحالات يصاب المريض بمشاكل على مستوى الرئتين، ولكن اغلب الحالات هي يعني حر يعني التهاب في الحلق، سعال، ولكن مرتبط بالقصبات الهوائيه العلويه، فيه التهاب فيهم، دونك يكون فيه سعال، فيه حمى، ما من حمى يعني شفنا انه يومين ثلاث ايام على الاكثر، يعني المرضى الكل يقول لك يعني يومين ثلاث ايام كنت بالحمى، وفيه كذلك الام في المفاصل، في التعب، صداع في الراس الموجود، صداع في الراس يعطيك الصحه. كاين بعض الحالات خاصه عند الشباب والاطفال شفنا باللي عندهم قي وعندهم اسهال، حالات يعني نادره هذه، حالات يعني عند الاطفال والشباب خاصه. الشيء الملاحظ كذلك وهو سرعه الانتشار، يعني الشيء اللي كنا نشوفوه من قبل
مخالف تماما اللي راني نشوفه. ولكن اليوم يقولوا بلي اقل حده، يعني يقولوا اقل حده. علاش راني نقول لك بلي الانتشار موجود ولكن الحده نتاع المرض كي نقولوا يعني الاعراض نتاعو خاصه بالجهاز التنفسي العلوي، هذا يقول انه ما فيش اخطر، ما فيش اخطر، ما فيش لانه خطورة. في الوكال يروح للبطن ويروح للاجهزه الاخرى. المرضى اللي انا نحولوهم المستشفيات عاده يعني فيهم الشباب، فيهم نسبه تاع شباب ثاني لباس بها يفول يدير، ولكن الاغلبيه الناس كبار والناس اللي عندهم امراض مزمنه. نعم. يعني رانا نحولوهم للمستشفى، ولكن الملاحظ كذلك حتى على مستوى المستشفى وقاعه الانعاش ما راهمش يستهلكوا الاكسجين كما كنا مع المرضى اللي والحمد لله. حتى الاكسجين ان التجربه الاولى سمحت لنا باش نديروا مولدات اكسجين عبر تقريبا كل المستشفيات. صحيح. يعني صحيح. كانت حاجه ايجابيه بالنسبه لنا. صحيح. هي طاقاتنا بالنسبه لتوفير هذه الماده يعني ارتفعت. صحيح. حتى على مستوى المصانع والمؤسسات اللي تنتج هذه الماده توفير الماده يعني. كان فيه يعني توجد تعليمات يعني تسخير بعض المؤسسات باش ترفع من المستوى الانتاج تاع الماده هذه. حتى الجمعيات المجتمع المدني. المجتمع المدني تحرك، يعني كاين الناس ربي يجازيهم يعني قدموا يعني مولدات وقدموا مولدات صغيره ومولدات كبيره. حتى وفيه اقتصاديين فيه يعني شركات خاصه عموميه كذلك يعني باشرت بهذه الاعانات. وهذا اللي قلت يعني ارفع من مستوى توفيرنا لهذه الماده وهي ضروريه حيويه للمرضى اخرين كذلك ماشي غير المرضى تاع الكوفيد. ربما